تحياتي، إذا المريخ الجديد بعنوان دور الفلسفة في توجيه الفعل من الناحية القيمية. ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الفلاسفة في مساعدتنا على تجاوز الأزمات التي يعيشها مجتمعنا حاليا؟ ما هو دور التعليم والثقافة في مواجهة هذه القضايا؟ ولماذا دراسة الفلسفة في علاقة بين التعليم والثقافة؟ وما هي الدروس الفلسفية الضرورية لمثل هذه المهام؟ هذه أسئلة يجب على كل أستاذ الفلسفة الإجابة عليها في بعض الأحيان، وحتى لو لم تتم صياغتها بشكل صريح وواضح ودقيق، فإننا نشعر بها معلقة في هواء العصر تنتظرنا لكي نجد لها كشوفات ونرسم لها مسارات. وأحيانا فوق رؤوس بعض صناع القرار الذين يرغبون في تخفيف أزمة التعليم وأزمة الثقافة من أجل تخفيفها أو جعلها أكثر جاذبية. مع ذلك بدرجة متفاوتة، كل شخص يتفلسف ويحتاج إلى القيام بذلك في مواجهة الأزمات التي يواجهها في حياته اليومية، في علاقة بالمجتمع الذي يعيش فيه، وفي علاقة بالثقافة التي يشتغل عليها. وهذا مطلب ضروري للغاية، لأنه لا يمكن للعلم أو ولا للثقافات أن تحل محل التفكير الفلسفي، وخاصة في مجال مليء بالاعتقادات وباليقينيات وبالإشاعة وبالأحكام المسبقة. ولذلك يهدف التفلسف إلى تسليط الضوء على المعاني الفكرية النبيلة وأهميتها اليوم لتجاوز هذه الأزمات التي تعاني منها المجتمعات في مستوى التعليم والثقافة. ومن خلال محاولة فهم طبيعة الأمور ودور الفلسفة في ذلك، نسعى جاهدين للرد بشكل واضح ومباشر على هذه الأسئلة التي طرحناها في الوقت نفسه. نقدم نداء حيوي لهذا النشاط الإنساني الحقيقي الذي هو التفلسف. نسعي لمعرفة ما إذا كان ينبغي المرء أن يمارس الفلسفة أم لا. هو بالفعل فلسفة، لأنه بحث ودراسة وتمحيص وتشخيص وتأويل وفهم ومحاولة لاقتراح مجموعة من الحلول وتقديم استشرافات. على سبيل ذلك، فإننا نضطر سريعا إلى ملاحظة أنه حتى الجدال ضد الفلسفة هو فلسفة بمعنى سيء للكلمة، كما لاحظ الكثير من الفلاسفة، خاصة أرسطو في وقت مبكر جدا منذ الإغريق. لأن الناس عندما تجادل الفلسفة تدعي بعض الحقيقة، وإلا لما جادلوها. وإذا تبين أن المشاكل الاجتماعية والمشاكل السياسية أصبحت أكثر تعقيد، بمعنى من يعني متوترة وتشق الخلافات، فإن نشر المعرفة يسير في الاتجاه المعاكس. في أعقاب النتائج أصبحت على نحو متزايد، متخصصة ومجزأة ومنفصلة عن بعضها البعض. وهذا يكفي لإظهار الأهمية المتزايدة للفلسفة التي كانت في مستوى الكل دائما تتعلق بالواقع برمته، ولا تعالج ما هو متخصص وجزئي ومنفصل عن بعضه البعض. لأن قد تكون الفلسفة عديمة الفائدة، بمعنى أنها لا تخدم شيئا محددا وخاصا، ولكنها حرة ومستقلة، وتقدم خدمات كبيرة إذا تعلق الأمر بالكليات بما هو يعني شامل. فما هي الفلسفة إذن؟ ما الفائدة منها؟ أو مع آخر، ما الفائدة من في علاقة بالإنسان؟ هل تخدم الإنسان؟ ما الفرق بين هؤلاء الفلاسفة وبين الخبراء والمثقفين الآخرين في حالة الفلسفة؟ إن الحياة الإنسانية بكل أبعادها هي التي تخدم حقا. هل الفلسفة مفيدة للمجتمع أم أنها مجرد تعرف معرفي خاص بقلة قليلة؟ إن معركة الفلسفة التي يعني أثارها المكان الثقافي الأكاديمي المخصص لها في المشروع الإصلاحي لا تزال تبهر كل المتابعين. هناك العديد من الأشخاص والمشاركين الذين يقدمون ردود أفعال وتدور رسائلهم حول مشكلة فائدة أو عدم جدوى تدريس الفلسفة. هناك أيضا أسئلة حول محتوى وطبيعة هذه الصناعة وهذا الاختصاص وأصولها التربوية والبيداغوجية الضرورة لفهمها وإيصالها لكل الناس. كل هذه الأسئلة ليست جديدة، إنما يعني طرحها فلاسفة سابقون ونطرحه الآن وسيطرحها فلاسفة لاحقون. يعني نحن أمام أمية معرفة كل شيء، أو ما
معرفة بعض الأشياء. هي الجواب هو أن الفلسفة هي معرفة مثل أي معرفة أخرى، ليست معرفة هامة وممتازة بالمقارنة مع بقية المعارف. الفلسفة هي المعرفة التي تسمح لنا بفهم واستخدام كل المعرفة، وهذا يعني أنها ليست مجرد معرفة نقدية ولا فقط، ولا مجرد معرفة تقنية بتاريخها الخاص وهو ما يجعلها هذا النحو مجرد ثقافة، ولكنها توفر هذه الفائدة التي تتمثل في فهم الأشياء والعالم. لا يعني ذلك أن الفلسفة هي ما نسميه تصورا للعالم ورؤية للعالم، وهو ما من شأنه أن يضعه من خلال ارتباك متكرر بلا شك ولكن غير مقبول بين جميع المنتجات الوهمية لحد ما للفكر البشري. العكس من ذلك، بقدر ما تكون الفلسفة عقلانية بشكل حازم بقدر ما تكون مفيدة، فهي واحدة القادرة على جعلنا نفهم من خلال تحليلات الدقيقة، وتجعلنا نعرف العلوم الوضعية المختلفة، وتجعلنا نعرف حقا العالم المحيط بنا، المجتمع وكل ما يتضمنه من مشاكل وقضايا ومعارف ومعلومات. يعني ذلك أن الفلسفة بأي حال من الأحوال قد أسست العلوم وهو عملها الحسري، ولكن الفلسفة واحدة القادرة على إظهار أن العلوم الحقيقية هي التي تجيب على الأسئلة التي يمكن أن نطرحها حول العالم وحول الإنسان وحول الله، وهي الأسئلة التي تؤدي في أغلب الأحيان إلى الإسراف والاختراع الاعتبار. ومن المفيد بالمعنى الدقيق للكلمة أن يعرف طلاب الفلسفة أن مثلا علم التنجيم خاطئ، والحكم المسبق هو حكم متسرع، وأن الوهم في حاجة إلى تثبت ربما يكون يقين. وليس من اختصاص علم الفلك مثلا أن يعلم ذلك، بل من اختصاص الفلسفة أي العقل المسلح بالنقد وبالوعي بأهمية علم الفلك، أي بالمعرفة الوضعية التي تشرح كل المعارف الأخرى بشكل خاص ومحدد ودقيق، وبالتالي لا تتمثل فائدة الفلسفة النهائية في يعني في إضاءة المعارف وضخ المعارف والمعلومات، بل في تنوير الذوات، تنوير النفوس، تنوير العقول. بهذا المعنى تكون الفلسفة مفيدة للغاية، فهي تعلمنا استخدام كل المعرفة التي قد تكون تحت تصرفنا، والتي بدونها ستكون المعرفة التي تعلمنا إياها لا قيمة لها. هنا المثال الذي اقترحناه عن علم التنجيم ليس سوى مثال شكل من أشكال الأوهام التي ربما ينبغي أن نتخلى عنها وتطالبنا الفلسفة بذلك، ولكن بشكل عام يجب أن نرى كل شيء مفيد يمكن أن تجلبه إمكانية المعرفة، وليس فقط من أجل متعة الفهم ولكن أيضا من أجل ضرورة العيش التي تقدمنا لنا العلوم الدقيقة والوضعية والإمكانية من المعرفة الحقيقية أننا نعرفها حقا ونستفيد منها. فما هي الفلسفة التي تقدمها لنا والتي لا تفيدنا، وخاصة هذه المعرفة، المعرفة الميتافيزيقية؟ ما الفائدة منها إن كانت لا تقدم لنا صناعة وأشياء نافعة؟ لقد تم دائما الاعتراف بأهمية الفيلسوف في المدينة بشكل أو بآخر، كل مدينة لها فيلسوف، والفيلسوف ضروري للمدينة. لكي فحين تبدأ أثينا على سبيل المثال، يعني حين ندين أثينا لأن سقراط تم التخلص منها، فإن قضاتها يريدون حماية الجسد الاجتماعي ضد تأثيرات الروح النقدية للفيلسوف. ونتفق إذن على أن إعلان روسو وهيجل هما آباء العالم الحديث، وأن القديس أغسطين هو أبو الحضارة المسيحية في العصور الوسطى، وأن ابن رشد هو العقل النقدي الكبير للحضارة والثقافة الإسلامية، وأن ابن خلدون هو مؤرخ الحضارة الإسلامية. من ينكر أن فيلسوف مثل كيركيغارد وماركس ونيتش كان لهما تأثير عميق على قرننا هذا، على الفترة المعاصرة؟ أخيرا هناك تأكيد على أن هذه المصطلحات الفلسفية على الأهمية التي توليها مسألة التدريس للأفكار، أن الملكة الخاصة جدا التي أعطتها دراسة تدريس الفلسفة تفسر من خلال الدور الذي تلعبه الأفكار الفلسفية في سلوك الناس وآرائهم. لقد كان لتطور الأفكار الفلسفية في التاريخ ولا يزال حتى اليوم أهمية كبيرة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وهناك حديث على أن الفلسفة تلعب دورا كبير في من حيث هي منتشرة في المجتمع المدني في تأسيس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحفاظ على السلام ونبذ الحروب والدفاع عن الحريات الفردية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. ولو تسألنا عن يعني هل الفلسفة مالك لجميع حقوقها، فإننا الإجابة كلا، ولابد من أن يدافع الفلسفة عن وجودها وعن حضورها
بقوة. فما هو واقع الفلسفة اليوم وما هي تحدياتها وما هي مهامها؟ شكرا جزيلا لحسن الانتباه، أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم، إلى اللقاء.